حضراتكم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهرا كريما علينا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي هذا الشهر في قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم منه الصيام، الصيام الذي هو صيام عن الإذاء، والصيام الذي هو إذاء صيام عن السب وعن الشتم وعن اللعن، الذي هو صيام عن الغيبة والنميمة، الذي هو صيام عن إذاء الآخرين، الذي هو صيام وامتناع عن طعام وشراب وشهوات من أذان الفجر إلى أذان المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهرا كريما طيبا مباركا علينا رب، ونسأله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمته أرحم الراحمين. شهر رمضان لعام 1442 هجرية لسنة 2021، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا في الصلاة والقيام والصيام، وأن يبارك لنا في أعمال الخير والبر، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وكل عام وحضراتكم بخير. بلى رمضان وهلا بالخير وبالإحسان، فيه الرحمن تجلى بالرحمة والغفران.